وبركاته. أعزائي طلاب مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بكم في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي فرع الجبر. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل الدرس الثاني اللي هو القوى الصحيحة غير السالبة، وهناخد برضو القوى الصحيحة السالبة. بس إحنا هنبدأ دلوقتي بالقوى الصحيحة غير السالبة اللي هي قوانين الأسس اللي إحنا خدناها قبل كده أو خدنا جزء منها. طيب هناخد دلوقتي شوية قواعد هامة. أول قانون عندي بيقول لي في حالة ضرب الأساسات المتشابهة نأخذ أساس مشترك ونجمع الأسس. كنا بنقول عليها الترم الأول عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس. يعني مثلا لو أنا قلت ألف أس ميم في ألف أس نون، هنا الأساسات متشابهة، ألف ألف أهو وهنا ألف، فإحنا ناخد منهم ألف واحد ونقول ميم زائد نون. يعني مثلا لو أنا قلت 2 أس 3 في 2 أس 4، الأساسات متشابهة ناخد 2 واحدة ونجمع 3 زائد 4 يدينا 7. دي القاعدة الأولى. ناخد القاعدة الثانية اللي بتقول لي في حالة قسمة الأساسات المتشابهة نأخذ أساس مشترك ونطرح الأسس. يعني مثلا لو أنا قلت ألف أس ميم على ألف أس نون، هنا الأساسات متشابهة، ألف هناخد ألف واحدة ونقول نطرح الأسس، يعني ميم ناقص نون. طيب يعني مثلا لو أنا قلت 2 أس 7 على 2 أس 3 هتبقى الإجابة 2، ناخد 2 واحدة ونطرح 7 ناقص 3 4، يعني 2 أس 4. طيب في حالة عدم توافر شروط القواعد السابقة، يعني لو ما كانش في ضرب أو لو كانت الأساسات متشابهة، طب هنعمل إيه؟ يتم الحل بالفك، إن إحنا نفك دي ونفك دي ونشوف. طب تعالى ناخد مثال ونشوف. لو أنا قلت لك 2 أس 3 زائد 2 أس 2، بص أنا بقول لك إيه؟ زائد، لكن القاعدة عندي بتقول في حالة ضرب. هتقول لي يا مستر ما الأساسات متشابهة، بس يا حبيبي دي مش ضرب، دي جمع، فإحنا هنعمل إيه؟ هنفك 2 أس 3 لوحدها، يعني الاتنين اتضربت في نفسها 3 مرات، يعني 2 في 2 في 2، ونفك ال 2 أس 2 لوحدها، يعني الاتنين ضربت في نفسها مرتين، يعني 2 في 2 بس. وبعد كده هنجمع 2 في 2 في 2 يدينا 8، زائد 2 في 2 يدينا 4، 8 زائد 4 يدينا 12. طيب ناخد قانون تاني بيقول لي لو أنا عندي أ ب، يعني أ في ب أس 2، فالأس ده بيتوزع مرة للألف ومرة للب، يعني هنقول ألف أس 2 وب أس 2، يعني الاتنين اللي هي الأس دي تروح مرة للألف ومرة للب. طيب ده في حالة الضرب. طب في حالة القسمة لو أنا قلت س على ص أس 2، فهنعمل إيه؟ البسط لوحده هيبقى س أس 2 والمقام لوحده برضه هيبقى ص أس 2، يعني أنا بوزع الأس على القسمة زي ما وزعته على الضرب فوق. طيب لو انا قلت ألف أس 3 لكل أس 2، ده عبارة عن الثلاثة دي أس داخلي والاثنين دي أس خارجي، فاحنا لما نعوز نضرب او لما نحتاج نضرب هنضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي، فهتبقى ألف أس 6، يعني هناخد ألف واحدة ونقول 3 في 2 يدينا 6، يعني لو انا عندي أس داخلي وأس خارجي يتضربوا في بعض وناخد أساس نفس الأساس مفيش مشكلة. طيب ناخد شوية تدريبات. بيقول لي اوجد قيمة المقدار 3 على 2 أس 2 في 3 على 2 في 3 على 2 أس 3. ملاحظين ايه هنا يا شباب؟ ان الأساسات متشابهة، 3 على 2 3 على 2 3 على 2، فاحنا لما نيجي نضربهم هناخد أساس واحد بس اللي هو 3 على 2 وبعد كده نجمع الأسس. طب واحد يقول لي يا مستر 3 على 2 اللي في النص دي فين الأساس بتاعها؟ ما احنا عارفين من الترم الأول ان العدد اللي ملوش أساس يبقى الأس بتاعه واحد، يبقى هنعمل ايه؟ اهو هناخد 3 على 2 واحدة ونجمع 2 زائد 1 زائد 3، يعني هتبقى 3 على 2 أس 6، ده معناها ان هناخد 3 أس 6 لوحدها وال 2 أس 6 لوحدها، يعني ال 3 اتضربت في نفسها 6 مرات وال 2 اتضربت في نفسها 6 مرات، يعني هيبقى 729 على ال 64. طيب ناخد مثال تاني. بيقول لي اوجد قيمة 3 على 5 في 5 أس 5 في 3 على 5 أس 4 على 3 على 5 أس 7. طيب هنا عندي ضرب وعندي قسمة، فاحنا هنعمل ايه؟ هنضرب بس الاتنين دول الأول في بعض وبعد كده نقسمهم. هنطبق قاعدة الضرب، عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس. يعني هناخد 3 على 5 واحدة ونجمع 5 زائد 4،
على 3 على 5 و7 دي تنزل زي ما هي. طيب لما دول 5 زائد 4 نجمعهم يدونا 9، فبقت 3 على 5 اس 9 على 3 على 5 اس 7. طبعا عند قسمة الاساسات المتشابهة تطرح الاسس، يعني هتبقى 3 على 5 اس 9 ناقص 7 يعني 3 على 5 اس 2. فانا هربع ال 3 تبقى 9، يعني ال 3 اضربها في نفسها مرتين يبقى 3 في 3 ب 9، وال 5 اضربها في نفسها مرتين 5 في 5 ب 25. طيب ناخد مثال تاني بيقول لي: اذا كان س يساوي 3 وص يساوي 1 على 3 اوجد قيمة المقدار س اس 9 ص اس 10. ده نفس السؤال اللي كان بيجينا الترم الاول واللي خدناه في الدرس الاول. الترم ده هنشيل الس ونحط قيمتها ونشيل الصاد ونحط قيمتها. طب س اس 9 هو مديني قيمة الس بكام؟ ب 3، يعني هنقول 3 اس 9 تمام، ونشيل الصاد ونحط مكانها 1 على 3 اللي هي اس 10. طيب احنا ممكن نعمل فكرة تانية، ان احنا نفك الصاد اس 10 دي نفكها صاد اس 9 في صاد، يبقى عندي حاجتين اللي هي س اس 9 في صاد اس 9 في صاد، وممكن اخلي الس والصاد في قوس لكل اس 9 واحدة. ده ليه؟ هيسهل عليا الحل وهنشوف دلوقتي. فانا هخلي الس اللي هي ب3 في صاد اللي هي بتلت، أس كام؟ أس 9 في تلت. طيب التلت لما يتضرب في التلاتة هيدينا 1، يعني هتبقى 1 أس 9 في تلت. طب ما 1 أس 9 كده كده بواحد، الواحد لو ضربناه في نفسه 9 مرات أو 10 مرات أو 100 مرة هيدينا 1، فلما يتضرب في تلت اللي هو 1 على 3 يبقى الناتج هيكون 1 على 3. طيب ناخد بقى قوانين القوة الصحيحة السالبة. يعني ايه قوانين القوة الصحيحة السالبة؟ يعني هيكون الأس بتاعي سالب. طيب يعني بيقول لي: إذا كان أ عددا نسبيا لا يساوي الصفر فإن أ أس سالب ن. طب لما نيجي نفك الأ أس سالب ن نعمل ايه؟ بنشقلب، يعني اللي في البسط يبقى في المقام والمقام يبقى في البسط. طب الأ أس سالب ن دي المقام بتاعها 1، فلما نيجي نشقلبها تبقى 1 على أ أس ن. طب لو هو اصلا في المقام في 1 اس سالب في 1 على ا اس سالب ن، نرفعها فوق تبقى ا اس ن، ا اس ن. طيب يبقى القاعده بتقول ان انت لو عندك ا على ب اس سالب ن ما ينفعش الاس يبقى سالب، فاحنا عشان نحول الاس نخليه موجب نشقلب البسط والمقام. انا هنا بقول ايه؟ ا على ب اس سالب ن، فانا هخليها ب على ا اس ن. طيب لو انا جيت قلت لك ا اس سالب ن في ا اس ن، مش احنا واخدنا قاعده بتقول عند ضرب الاساسات المتشابهه تجمع الاسس؟ ايوه، يعني هتبقى ا واجمع سالب ن ون يدينا صفر، يعني هتبقى 1. نستنتج ايه؟ امتى عددين ضربناهم في بعض يدينا 1؟ اذا كان كل منهما معكوسا ضربيا للاخر. طيب ناخد مثال. لو انا قلت لك 3 اس سالب 2، يا مستر انت قايل لي لما يكون الاس سالب بشقلب. طب التلاتة دي ملهاش مقام، يبقى مقامها ايه؟ مقامها 1، فالواحد ده يطلع فوق يبقى 1 على 3 اس 2. طبعا 3 اس 2 يعني 3 في 3 يعني 1 على 9. طب لو انا قلت لك 5 على 6 اس سالب 2، يا مستر ما ينفعش الاس يبقى سالب، فانا هبدل واشقلب ال 5 على 6 اخليها 6 على 5، بدل اس سالب 2 تبقى اس 2، ف 6 في 6 تبقى 36 و 5 في 5 تبقى 25. طيب ناخد ملاحظة بيقول لي: قوانين الأسس الصحيحة الغير سالبة تنطبق على الأسس الصحيحة السالبة. يعني نفس القوانين اللي احنا خدناها، اللي هي عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس، وعند قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس، وهكذا. طيب تعال ناخد مثال. لو انا جيت قلت لك اوجد قيمة 5 أس سالب 2 في 5 أس 8 على 5 أس 4، انا ممكن اعمل ايه؟ اخلص البسط لوحده واعمل واقسم على المقام، او ان انزل ال 5 اس سالب 2 دي تحت واخليها موجبه عشان ما ينفعش الاس يبقى سالب. تعالوا نشوف هنعمل ايه الحل. يبقى ناخد البسط، هاخد 5 واحده واجمع سالب 2 زائد 8 على 5 اس 4 زي ما هي ما جتش ناحيتها. فلما اجمع سالب 2 وموجب 8، قلنا لما تكون الاساسات الاعداد الاشارات مختلفه نطرح وناخد الاشاره الكبير، يعني هتبقى 5 اس 6 على 5 اس 4. خلاص عند القسمة تطرح الأسس يبقى هنقول 5 أس 6 ناقص 4
يعني 5 أس 2 يعني 5 في 5 ب 25. طيب لاحظ أن بيقول لي لو كانت أ ب7 على 3 تبقى أ أس سالب 1. أه إحنا قلنا لما يكون الأس سالب بشقلب، فبدل ما تبقى 7 على 3 هتبقى 3 على السبعة. طيب لو كانت أ ب1 على 3 فإن أ أس سالب 1 هشقلب، بدل ما هي 1 على 3 تبقى 3 على 1، و3 على 1 فيها التلاتة. طب 5 س أس سالب 2 ص أس سالب 3، يا مستر أنت قلت لي لما يكون الأس سالب بنزله في المقام. فهنا الخمسة دي موجبة ما عليهاش حاجة، ما فيهاش مشاكل، هنخليها هي اللي في البسط وهننزل س أس 2 تحت وص أس 3 تحت بإشارات موجبة، لأن السالب لما يتغير يتشقلب من مقام للبسط أو من البسط للمقام السالب بيبقى موجب. طيب ناخد سؤال تحله أنت بنفسك. بيقول لي احسب قيمة كل مما يأتي مع وضع الناتج في أبسط صورة. عايزك تحسب لي رقم أ 3 أس 4 في 3 أس 5 على 3 أس 7. طبعا احنا هنحلهم وإن شاء الله نشوفهم الحصة اللي جاية في الكومنتات إنك أنت حلل المسائل ونصححهم إن شاء الله. طيب رقم 2 7 أس 2 في 7 أس سالب 4 على 7 أس 3، نفس الفكرة. سالب 3 أس 4 في 3 أس 4 على سالب 3 أس 6. وإذا كانت السؤال الأخير بيقول لي إذا كانت س تساوي سالب نص وص تساوي 3 على 4 وعين تساوي سالب 3 على 2، أوجد القيمة العددية للمقدار رقم أ س أس 3 ص أس 2 و ب ص أس 3 س أس 2. دول إن شاء الله هنحلهم ونشوفهم المرة اللي جاية وإن شاء الله. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.